تحتاسه والله، عايزه اعمل السنجل مذر اللي بيقولوا عليها دي، بس مش عارفه تتعامل ازاي. عندك فكره تتعامل ازاي؟ طبعا عارف، دي حاجه بسيطه خالص، واليكم طريقه السنجل مذر في البيت. بصي بقى، بتجيبي البنت تجوزيها لواحد مش بتاع جواز، على امل ان ربنا يهديه او يهده، او ان ممكن يسترجل لما يتجوز، فتبقى النتيجه المتوقعه ان هما يتطلقوا، وتبقى هي المسؤوله عن كل التزامات ولادها، وهو يعمل من بنت وما يرضاش يصرف على عياله الحيوان. وهنا بتبقى البنت سنجل مذر علشان مطلقه، وهي اللي بتصرف على العيال وهو لا سائل في عياله. وبرده ممكن تعملي سنجل مذر انك تجيبي البنت وتجوزيها لواحد بخيل ونطع، ما بيرضاش يصرف مليم على عياله، وسايبها هي تقوم بكل مصاريف والتزامات البيت، وكمان تتكفل باولاده كل احتياجاته. هنا بقى هي سنجل مذر علشان اتجوزت واحد ذكر في البطاقه بس، مش عارف مسؤولياته ولا واجباته كزوج واب. وبالمناسبه النوع ده اصعب، لانه موجود في حياتها ورايح جاي قدامها كل يوم، بس عامل نفسه مش واخد باله من اللي المفروض يعمله او اللي هي بتعمله. وفي بقى الست الارمله اللي جوزها توفى وبقت هي الشخص الاول والاخير اللي مسؤول عن الولاد، وفي اللي قررت ما تتجوزش وتبنى الطفل واحتضنته، وبتبقى هي برده المسؤوله عنه في كل حاجه. فببساطه كده سنجل مذر انك تجيب البنت او الست وتخليها مسؤوله عن ولادها في كل حاجه، سواء من التربيه او التعليم او التوجيه، وحتى الالتزامات الماديه والمعنويه. لو تعرفي سنجل مذر اعملي لها منشن وخليها تكمل معايا الفيديو للاخر علشان فيه مفاجاه. احنا حوالينا ستات كتير قامت بدور الاب والام في حياه ولاد، وسواء ده كان اختيارهم او ظروف خارجه عن ارادتهم، فهم قاموا بالدور ده كويس جدا وبجداره، طلعوا اجيال كتير سويه نفسيا وناجحين كمان في المجتمع. والستات دول اثبتوا ان لو وجود الراجل زي عدمه في حياتك فقلته احلى، وان نجاحك في تربيه ولادك مش متوقف اصلا على وجود راجل في حياتك، هو اصلا استغنى عن دوره كاب اللي هو المفروض اهم دور بيقوم بيه. المشكله هنا بقى نظرات المجتمع للسنجل مذر اللي كلها بتبقى مصمصه شفايف، واحنا قلنا لها بلاش، حد قال لك تنشفي دماغك وتقومي بالدور ده؟ خلاص طلعت انتوا اللي صح، برافو والله، هات جايزه هنا للاستاذه احسن توقعات. خلاص يا ماما، خلاص يا حبيبتي، نبطل ندب بقى، واللي حصل حصل وده كان نصيبها، ومش النصيب ده اكتر حاجه انتوا بتؤمنوا بيها، ولا ده في الحاجات اللي على مزاجكم بس؟ منكم شويه حركات كده. اصل اي ام محتاجه طاقه امل وحب وتفاؤل ودعم نفسي من كل اللي حواليها، فما بالك لما تبقى سنجل مذر ولوحدها مع اولادها. علشان كده محتاجين نغير وجهه نظرنا عن الست المطلقه او اللي عايشه لوحدها، ونبطل نصدر عليها احكام واراء من وجهه نظرنا احنا واحنا ما نعرفش عنها اي حاجه. وتبطلوا تخافوا على نفسكم وعلى اولادكم منها، هي ما بتعضش على فكره، ومش كل شويه اصل هي عايشه لوحدها، اصل مش معاها راجل. مش فاهمه هو الراجل هو معيار الادب والاخلاق؟ لو ليكم اي حد في نطاق معارفكم او جيرانكم سنجل مذر وبتربي اولادها لوحدها، قربوا منها وصاحبوها، اسالوا عليها وخلي في بينكم وبينها كلام رايح جاي، اسهروا وتجمعوا سوا، واستغلوا اي مناسبه علشان تكلموها وتسالوا عليها وعلى اولادها. لو انت سنجل مذر فانا متاكده انك ست قويه، ولو كلام الناس اثر فيكي مره فانت تغلبتي عليه 100,000 مره. لكن كتير منكم بيخافوا ويقفلوا على نفسهم وعلى اولادهم، بيخافوا يختلطوا باي حد او يكونوا اي معارف واصحاب، بحجه ان هم بكده بيتجنبوا اي مشاكل وحوارات ممكن تحصل ويبعدوا عن كلام الناس اللي ممكن يضايقهم وياذيهم هم واولادهم. لكن ده مش حل، انت بتبقي محتاجه صحاب وناس تكون بتحبك وتسندك وتدعمك وتلجئي ليهم وقت ما تكوني محتاجاه. ولادك كمان محتاجين يعيشوا الحياه دي، يكون حواليهم ناس تسال عليهم ويزوروهم من غير قيود ولا خوف. لو انت حاسه انك وحيده ومش قادره تندمجي مع اللي حواليك او تعملي صحاب يكونوا مقدرين اللي بتواجهيه وبتمر بيه، هقول لك بقى تعملي ده ازاي. من 4 سنين الفيسبوك حدد اكتر الصفحات المؤثره في مصر، وكان منهم صفحه ايجيبشن سنجل ماذر او امهات مصر المعيلات، كل هدفهم هو دعم الستات اللي بتشيل مسؤوليه ولادها لوحدها وايا كانت الظروف اللي وصلتها لكده. كمان لو في ستات عندهم اي مشاكل في خصوص الطلاق او النفقه او الوصايه، هي بتقدم لهم كل الدعم والاستشارات القانونيه. كمان ليهم جروب خاص بالسنجل ماذر بيعرضوا فيها كل المشاكل اللي بتواجههم، سواء في القضايا الخاصه بالخلافات الزوجيه او في تربيه الولاد في عدم وجود الاب، وطبعا بينصحوا بعض من خلال التجارب اللي كلهم مروا بيها. كلهم على الجروب ده اصحاب واهل وكانهم يعرفوا بعض من زمان، وكمان بيقدموا المساعده لبعض حسب تخصصهم وشغلهم. ده من كتر ما هم عيله واهل بقوا بيشوفوا مين ساكن قريب من التاني علشان يتعرفوا على بعض ويتقابلوا، ولو واحده فيهم وقعت في مشكله تلاقي كتير عايز يساعدها ويدعمها. هسيب لكم لينك الصفحه والجروب في التعليقات، اعملوا جوين للجروب وتعرفوا على بعض واعملوا صحاب جداد، واعملوا منشن لكل سنجل مذر تعرفوها وقولوا لها انت مش لوحدك، احنا كلنا معاكي.